النادي الاهلي في الجزيره والمقر الرئيسي والزميل العزيز كريم احمد. كريم، مساء الفل عليك. ايه الاخبار اللي عندك؟ الاستعدادات، الاعضاء، الدنيا شكلها عامله ازاي؟ كل التحيه والتقدير ليك كابتن شوبير، وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. اجواء رائعه الحقيقه، اجواء تنظيميه، الكل بيستعد ان شاء الله باذن الله لفرحه بعد 90 دقيقه. بنعمل ان شاء الله باذن الله ان هي ما تطولش عن كده كابتن شوبير، بالجديه المعروفه عن لاعبي النادي الاهلي والشخصيه والحماس وروح الفانيله الحمراء، كل ده اللي بيطالبوا بيه اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في هذه المباراه. اجواء رائعه جدا هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاداره التنفيذيه كالعاده من البدايه طبعا دكتور سعد شلبي المدير العام للنادي الاهلي، الاستاذ خالد مرسي مدير المقر، العميد محمد مسعد مدير امن النادي الاهلي. الحقيقه الكل بيوفر كل سبل الراحه للاعضاء للنادي الاهلي، التجمعات، الاسر، العائلات، كل الامور دي الحقيقه بتكون ليها طابع خاص تحديدا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. الكل يعني مستعد والكل منتظر ان شاء الله باذن الله ان هو يشوف مباراه اليوم الاهلي والزمالك، مباراه السوبر. ويمكن احنا متواجدين مع دولاب البطولات اللي ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير جدا وثقه اكبر في لعيبه النادي الاهلي ان احنا كاس السوبر باذن الله يكون بجانب الكوكبه الكبيره جدا من هذه الكؤوس في داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن حتى هذه اللحظه دي الاجواء يا كابتن شوبير من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون لينا لينك تاني معاك بعد المباراه بفرحه كبيره جدا جدا مع كل جمهور النادي ومع اعضاء النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن احمد شوبير.